لكن ما نظر يا إخوان تتكلم عن ضربة للمسلمين. تكلمنا عن السفياني، احنا هون نتكلم هلا عن ثلاث دول عربية. للأسف إخوان قد تكون الدول مخدوعة، احنا ما بدنا نقول انه هي مشتركة، ما بدنا نظن الظن السيء، قد تكون مخدوعة، ولكن نتكلم في هذه الرؤية عن ثلاث دول عربية: السعودية بالمال، مصر بالجنود، والأردن بالقيادة. ثلاث دول عربية ستكون سبب في هم عظيم وكرب شديد للإسلام والمسلم. فهون إخواني مننبه كمان، يعني السعودية بلاد الحرمين بلاد الحجاز ما تنفق مالها بدون ما هي تعرف على إيش عمالها تنفق، ما توزع وما تعطي وما تدعم شغلات قد يكون فيها سفك لدماء المسلمين. وأيضا نتذكر إنه جنود مصر خير أجناد الأرض، عشان هيك مننبه إنه يعني الجيش المصري لازم يكون عارف فين عماله بحط نفسه، في أي جبهة بيقبل يحط أولاده وجنوده، ما تكونوا عون للشيطان في هذا الأمر. كمان نذكر إخواني يعني في الأردن ما تكونوا سبب يلبس عليكم الشيطان في حرب على الإسلام والمسلمين وأنتوا تكونوا مخدوعين. هذه إخواني كمان رؤية يعني لازم ننبه عليها.